تحتاجون حي الظلام اقتحم نحو 50 مستوطنا أراضي قرية أم نميلة التابعة لمدينة رهط بالنقب، ونصبوا خيمتين بهدف السيطرة عليها بذريعة أنهم أصحاب الأرض قبل أن يتم هدم المباني وإخلاؤهم من المكان بعد إغلاق المنطقة من قبل الشرطة الإسرائيلية التي وصلت بقوات معززة للمنطقة منعا للتصادم بين الأهل وشبيبة التلال الاستيطانية الذين قاموا باستفزاز وتوجيه عبارات عنصرية وتحريضية ضدهم. جينا الصبح لقينا الجماعة هذولا هم واقفين حاطين كربانات، وجينا الصبح لما نجينا جت الشرطة وقالت ان يا جماعة انتوا خليكوا على احتياط لا تحكوا معهم، والجماعة هذولا بس يعني عنيان ساعة ساعتين ما بضلوا في المنطقة. رصدنا منذ الفجر تحركات هؤلاء قطيع الرعيان الذين أتى بهم بن كفير من أجل أن يقيموا مستوطنة، خسئوا حيث قامت مواجهات بيننا وبين الشرطة. أيضا نعتناه بما يليق به هذا بن كفير الحقير ومشدات بيني وبينه كلامية. الشرطة طلبت منا الانتظار حتى الثامنة، وهكذا كان تم يعني إخلاء المكان من قبل هؤلاء الرعيان. وعقب وصول المستوطنين مع عدد من أعضاء الكنيسة عن اليمين لمساندتهم، تم توجيه دعوات للأهالي في رهط والجنوب بالتوافد إلى المنطقة والتصدي للمستوطنين الذين برروا إقامة البؤرة الاستيطانية في بيان بالعربية بما وصفوه تصرفات الحكومة الإسرائيلية ونهجها وتنازلها عن النقب للبدو. بداية نوجه شكرنا لأهلنا في قرية الزيادة أم نميلة ولأهلنا في النقب عامة ولكل الذين هبوا من فجر هذا اليوم لنصرة أهلنا في هذه المنطقة. هذه المنطقة التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية هي أرض تابعة لمدينة رهط، يوجد على هذه الأرض مخططات والمخططات هن في قيد التنفيذ. هذه هي البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في ظلام الليل، وأتى الشباب من جميع أنحاء النقب لنقوم بهدمها. اليوم هدمت ونحن نعول بالأساس على وحدة أبناء شعبنا، على الصف الواحد، علينا الوقوف صفا واحدا من أجل إفشال كل هذه المخططات الحكومية. وفي الوقت الذي تم فيه إخلاء المستوطنين من الأرض العربية ضمن ما أسموه الصراع من أجل استمرار المشروع الصهيوني، قامت قوات الشرطة الإسرائيلية بحماية الجرافات التي هدمت منزلا في قرية الزعرورة مسلوبة الاعتراف في النقب، فيما تشهد منطقة الجنوب تضييقا ممنهجا ضد المواطنين العرب في كافة أماكن تواجدهم.